وحول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا في استوديو مركز الأخبار الكاتب والصحفي الأستاذ إبراهيم بشمي. أستاذ إبراهيم، بعد التحية، 19 عاما مرت على ذكرى ميثاق العمل الوطني بكل إنجازاته وعلى جميع الصعد، كيف تقرأ سيدي الكريم هذه التجربة التاريخية التي رسمت الصورة المشرقة لمملكة البحرين؟ أولا يعني أتذكر الأجواء الأولى التي تم اختيار 40 عضو من قطاعات مختلفة من البحرين لكي يشاركوا في إعداد ميثاق العمل الوطني، واللي هي القاطرة التي ستخلق الحياة السياسية الجديدة، سواء كان من خلال الندوات اللي ابتدت تتشكل في ذيك الفترة أو من خلال الكتابات في الصحف. كانت الأمور غير واضحة، ما هي قيمة الميثاق في تنفيذه. حتى ذكر ربما كانوا في أناس معارضين في البداية لتجربة الميثاق، ولكن التصويت اللي وصل إلى درجات كبرى أثبتت قيمة محاولة الناس الخروج من المأزق السياسي اللي واجهنا في ذيك الفترة. لما ابتدى الميثاق يتحقق على الواقع من خلال المؤسسات السياسية المختلفة، بدءا من لجنة تفعيل الميثاق ومجلس الوطني بغرفتيه الشورى والنواب، ابتدت الأمور تتلحلح وتتشكل أيضا البنى التي ترفد مثل هذا المشروع. طبعا 20 سنة ليست بالقليلة وليست بالقصيرة، ولكن أفرزت لنا تجارب. أعتقد الآن بعد مرور هذه التجارب واللي وصلت إلى درجة أن جلالة الملك يقوم باستدعاء أكبر قانوني لكي يدرس ما حدث في البحرين في فترة من الفترات، وأن يلتزم بهذا البرنامج الذي شارك فيه معظم الأطراف السياسية في البحرين. الآن أنا أعتقد حان الوقت لكي نستطيع أن ندرس التجربة اللي احنا مارسناها. صحيح. إلى أين وصلت التجربة؟ شنو العراقيل اللي قاعدة ظهرت لنا في ضوء تطبيق هذه التجربة؟ ما هي آراء الناس الآن في تطوير هذه التجربة؟ الآراء الإيجابية طبعاً، الآراء الناس اللي تعبر سواء كانت بشكل إيجابي أو حتى بشكل مختلف. علينا الآن أن نقف ونشوف وين وصلنا. صحيح. ومثل ما كنا أول دولة في منطقة الخليج تمارس مثل هذه التجربة. صحيح. في العمل الديمقراطي، الآن يجب علينا أن نكون أول ناس ندرس تجربتنا ونرى أبعادها ونرى آفاقها وين رايحين. هل تتطلب الرؤى هذه تطوير مثل هذه التجربة لتأخذ مسائل دستورية وتشريعية؟ نعم. وتطوير، هل يتطلب الأمر أيضا، ليس أن أتكلم عن الدولة كدولة، ولكن حتى من الناس المشاركين في هذه التجربة، سواء من خلال الأعضاء المنتخبين أو من خلال الأعضاء المعينين أو من خلال الجمعيات السياسية اللي موجودة في البحرين. على الأقل هذه الأحداث اللي صارت وتطوراتها وانعكاساتها وتحولاتها، الآن يجب أن نقف وننتقد ذاتنا بكل تأكيد، وننتقد ظروفنا اللي مرينا فيها، ونبحث عن الأصلح في الفترة القادمة. نعم، كانت هذه المرحلة سيد الكريم مرحلة مليئة بالتجارب الإيجابية والإنجازات التي تحققت على أرض الواقع. كيف في تصورك، ما هي التصورات أو التطلعات الجديدة المستقبلية والاستشرافية لميثاق العمل الوطني؟ طبعا من المستحيل أن أنا أضع لك الخارطة للمستقبل. نعم. أنا أعتقد هذه الخارطة تتطلب مثل ما تتطلب الميثاق،
ما هو اللي طرح في لجنة تأسيس الميثاق الوطني. أعتقد أن احنا بحاجة ليس بشكل اللي صار، ولكن البحث عن أساليب تنظيمية تعبر عن مختلف الناس، تعبر عن الرؤى المطروحة الآن عندنا السياسية والاقتصادية والتعليمية والثقافية. مطلوب الآن وجود خارطة لمثل هذا الطريق. نعم. هذا لن يضعه شخص واحد، أعتقد أن هذه عملية تاريخية ثانية مطلوب تحقيقها. نعم. وإنجازها. نعم نعم الأستاذ إبراهيم بشمي، طبعا التجربة لابد أن تكون يعني تحت تقييم وتحت لرسم صورة أكبر وأشمل، وقد لا يسع المجال لاستعراض كل هذه التجارب والتقييمات. الأستاذ والصحفي إبراهيم بشمي، كنت معنا ضيفا كريما في استوديو مركز الأخبار، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.